زي ما قلت ان حلقتنا النهاردة خصصناها بشكل اكبر للحديث عن شهداء قواتنا المسلحة، وهيكون عندنا يعني حكايات اعتقد انها هتعجب حضراتكم، لانه لما بنتكلم عن البطولات المصرية فالحكايات لا تنتهي. فحلقتنا النهاردة ان شاء الله تعجب حضراتكم، وايضا زملائي في الاعداد وفي الاخراج عملوا تقرير عن يوم الشهيد، اتمنى برضو انه ينال رضا حضراتكم، وهو بس مجرد زي ما قلت اعتراف، واعتراف بالجميل وتأكيد على احترامنا وتقديرنا لكل شهدائنا في مصر. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقدير. تحيي مصر والقوات المسلحة يوم 9 من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد، تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف، تكريما له وفخرا ببطولاته والتي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء التي كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ. كرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر آنذاك الشهيد عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنح وسام نجمة الشرف العسكرية، أرفع وسام عسكري في مصر. ومنذ ذلك الحين تحول يوم 9 من شهر مارس إلى يوم الشهيد في مصر. الفريق عبد المنعم رياض من مواليد العام 1919 بقرية سبربي إحدى القرى التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقد كان والده القائد مقام عقيد محمد رياض عبد الله قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية. نال عبد المنعم رياض درجة الماجستير في العلوم العسكرية بالترتيب الأول في العام 1944، ثم أتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات في مدرسة المدفعية المضادة للطائرات في بريطانيا بتقدير امتياز. كما منح وسام الجدارة الذهبي، ثم تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات، ثم قائدا للواء الأول المضاد للطائرات في الإسكندرية في العام 53، تولى بعدها قيادة الدفاع المضاد للطائرات في سلاح المدفعية، إلى أن سافر في بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتي آنذاك في العام 58، وأتمها في العام 59 بتقدير امتياز. حصل على لقب الجنرال الذهبي، وبعد عودته تولى رئاسة أركان سلاح المدفعية في العام 1960، وعين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة في العام 64، ورقي في العام 66 إلى رتبة الفريق. في 11 من شهر يونيو من العام 67 اختير عبد المنعم رياض رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية،
وقد كان آخر ما أسند إليه إدارة معارك المدفعية ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الشرقية لقناة السويس. وقد كان أحد الأعمدة الرئيسية والتي اعتمد عليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة المصرية. استشهد الفريق عبد المنعم رياض في 9 من شهر مارس من العام 69، وذلك أثناء زيارته لإحدى وحدات المشاة على الجبهة على الرغم من اقترابها من نيران العدو، حيث أصابته نيران المدفعية الإسرائيلية والتي انفجرت بالقرب منه، ليضرب أسمى معاني التضحية بالنفس والفداء في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته. لما بنتكلم عن بطولات الجيش المصري الحقيقة يعني بيبقى صعب قوي ان احنا نحصرها او نقول مثلا سمعنا كذا او كذا، لانه الحكايات لا تنتهي، ويمكن لحد النهاردة في تقصير بشكل ما في تأريخ والتعريف بهذه البطولات وقصص الشهداء واللي ضحوا بأرواحهم او ضحوا حتى بأجسادهم، يعني أجزاء من أجسادهم عشان يحموا هذا الوطن. فإحنا النهاردة يعني زي ما قلت كنوع من العرفان بالجميل بنتكلم في حلقتنا عن بعض من هذه القصص، وإزاي الشباب بيحاولوا إنهم يعرفوا أكتر عن بلدهم من خلال تاريخ أبطال القوات المسلحة. ضيوفي السيد اللواء طه سيد طه، الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كمان معايا من الشباب مجموعة قررت أنها تبقى بتعمل تأريخ لبطولات اللي حصلت في 73، وخاصة 73 يمكن من أكتر الأوقات اللي كان فيها مش بس روح البطولة، لكن كمان كان في إحساس كده إنه الواحد لو استشهد هيبقى يعني العمل، هو طبعا الشهادة عمل عظيم جدا، لكن هيبقى بيعمل حاجة هتفضل على مدار التاريخ كله. ومن هنا جت فكرة هذا التأريخ، وهم مجموعة 73 مؤرخين معانا من المجموعة أحمد حسني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. وايضا من مجموعه زياد عمر، اهلا وسهلا يا زياد. معايا بقى كمان حد من الشباب اللي عاش مع احد هؤلاء الابطال، او على الاقل سمع قصته من مصدر موثوق به جدا. هو حفيد للشهيد حسين صالح العجمي، اللي يوم شهادته هو أخدته القوات الجوية، وأصبح يعني يوم عيد للقوات الجوية، لأنه هو واحد من الأبطال اللي عملوا حائط الصواريخ، وده طبعا من الأعمال الكبيرة جدا اللي بيشهد لها التاريخ في مصر. آدم العجمي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. اسمحوا لنا نبتدي واحنا بنتكلم. الحقيقه اليوم ده من الايام اللي يعني رغم ان هو من الايام الجميله لمصر، لكن بيبقى يوم صعب، لانه بنتذكر قصص هي كلها الحقيقه يعني كلها حب وكلها وفاء لهذا الوطن. فلما بيجي هذا اليوم بيبقى بالنسبه لك ايه يا سياده اللواء؟ بتفتكر ايه؟ طيب في البدايه بس انا حابب ان انا احيي الساده المشاهدين، نحيي اسر شهداء القوات المسلحه على مر التاريخ. شهداء القوات المسلحه في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، شهداء القوات المسلحه في حرب 48 مع الكيان الصهيوني،
شهداء القوات المسلحة أثناء العدوان الثلاثي، في حرب اليمن، في شهدائنا في 67، شهدائنا في حرب الاستنزاف، شهداء القوات المسلحة في حرب 73، حرب العزة والكرامة، شهداء القوات المسلحة أيضا في مكافحة الإرهاب. بنحيي أيضا أسر شهداء أخواتنا الشرطة اللي بيستشهدوا هما بيكافحوا الإرهاب عشان خاطر المواطنين المصريين يعيشوا في أمان. بنحيي أسر شهداء المواطنين اللي طالتهم يد الإرهاب. الحقيقة النهاردة يوم بتحتفل به كل المصريين، ذكرى الشهداء، شهداء مصر عموما من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو المواطنين المدنيين، دول محفورين في خاطر الأمة، محفورين في ضمير الأمة المصرية، ومحفورين أيضا في خواطرنا كمصريين كلنا، لأنهم دول اللي ضحوا علشان الدولة المصرية تعيش بكرامتها وتدافع عن كيانها، وهم اللي دافعوا عن أرضنا ودافعوا عن عرضنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الشهيد له منزلة عظيمة وله منزلة كبيرة عند ربنا وعندنا إحنا. إحنا لا يمكن إن إحنا ننسى شهدائنا من أبناء الوطن، دول اللي جادوا بدمائهم في سبيل تحرير أراضينا وفي سبيل الدفاع عن أرضنا وعن كرامتنا وعن عزتنا. فده يوم إحنا دائما بنفخر بشهدائنا من القوات المسلحة وكل شهداء المصريين، وإن الحقيقة الدولة المصرية رائدة في تقديم الشهداء، وما زلنا بنقدم الشهداء. إحنا عندنا كل يوم حرب ضروس مع الإرهاب في منطقة سيناء وفي عموم القطر المصري، بندافع عن كياننا، بندافع عن قيمنا. والحقيقة يعني يمكن أنا بصفتي ضابط سابق في القضاء العسكري بنقول إن القوات المسلحة والقضاء العسكري يمكن قام بدور عظيم في سبيل مكافحة الإرهاب وتوقيع العقوبات المغلظة على من يعبثوا بمستقبلنا وبأبنائنا في الوطن المصري. يمكن في عقوبات رادعة في القضاء العسكري، ويمكن بعض الانتقادات بتوجه إلى الدولة المصرية في سبيل تنفيذ هذه الأحكام. وإحنا شفنا في المؤتمر الأخير، المؤتمر العربي الأوروبي اللي كان منعقد في شرم الشيخ، شفنا رئيس الدولة وهو بيخاطب المجتمع الأوروبي وبيخاطب العالم بأكمله، بيقول لهم لكم ثقافتكم وإحنا بنحترمها، وإحنا لينا ثقافتنا ويجب أنكم تحترموها، لكم عاداتكم، لكم تقاليدكم، إحنا مش عايزين حد يعلمنا، إحنا عارفين طريقنا ازاي، سكتنا ازاي. في شهداء وفي اسر شهداء وبيطالبوا بالقصاص، فاحنا بننفذ العقوبات وفقا للقانون ووفقا لعاداتنا ووفقا لتقاليدنا وفي سبيل دفاعنا عن ارضنا وعرضنا وعن اولادنا في الدوله. اليوم ده النهارده يوم عظيم، يوم 9 مارس، وانا عايز اقول يعني اليوم ده كان تاني يوم في إعلان حرب الاستنزاف. يمكن كانت حرب الاستنزاف كانت يوم 8 مارس. الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة توجه في اليوم الثاني 9 مارس عشان خاطر يشوف بنفسه إيه نتائج عمليات اليوم السابق يوم 8 مارس، وكان في الخطوط الأمامية، وده طبعا يعني شيء ما بيحصلش إلا في الدولة المصرية، القادة في كل جيوش العالم
ما بيتحركوش من مكانتهم بيديروا معاركهم، لا بيبقى في غرفه العمليات بيسموها غرفه العمليات كده فندم. الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس هيئه اركان حرب القوات المسلحه توجه بنفسه على الخطوط الاماميه للجبهه عشان خاطر يشوف نتائج اعمال القتال في اليوم السابق يوم 8 مارس. اصيب اصابه خطيره ومباشره على الخطوط الاماميه بطلق من المدفعيه، على اثره نقل الى مستشفى الإسماعيلية وفارق الحياة. احنا بنحتفل النهاردة بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض وذكرى استشهاد كل أبناء الوطن المصري من قوات مسلحة وشرطة ومواطنين. طيب خلينا بقى وإحنا بنحتفل بهذه الذكرى نشوف الشباب عملوا إيه، لأنه الحقيقة من ضمن أدوات العرفان بالجميل أنه نبقى بنسجل هذه البطولات وبنأرخ لها وتظل في محفوظة ومحفورة في ذاكرة التاريخ المصري، وأعتقد أن هو ده اللي أنتوا بتقوموا بيه يا أستاذ أحمد. ده حقيقي يا فندم، بس اسمحي لي في البداية احنا احب بس اوضح حاجه بالنسبه لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض. زي ما سيادتي لو قال كانت في اعمال قتال يوم 8 مارس. دي كانت عباره عن قصفه مدفعيه من الجيش المصري بامتداد الجبهه كلها ال 200 كيلو لمده 5 ساعات ونص متواصله. كان في خسائر فادحه جدا في الجيش الاسرائيلي. عشان كده لما الفريق عبد المنعم رياض رد الفعل بقى يعني بالظبط راح زار الجبهه، هم مش عارفين مين، بس من الترتيبات اللي حصلت هم حسوا ان في قائد عظيم موجود. فهم طبعا الفاصل كان حوالي 200 متر اللي هو القناه، فنقطه الملاحظه الاسرائيليه شافت ان في حركه غير عاديه في نقطه المعديه رقم 6 بتاعتنا. فقرروا ان هم يضربوا بصرف النظر هو مين، بس يعني هم كانوا عايزين عارفين ان في قائد كبير موجود. بعديها بالظبط 40 يوم كانت الرد المصري، كانت المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي. قامت بمهاجمة نفس الموقع اللي انطلقت منه المدفعية دي اللي هو موقع لسان التمساح. تم مهاجمته وإبادته تماما. كانت خسائر الإسرائيليين فيه تتعدى 40 جندي وظابط. في ذكرى 40 بالظبط بتاعت الشهيد عبد المنعم رياض 19 أبريل 69. دي معلومة مهمة الحقيقة إن إحنا نعرف إن إحنا يعني خدنا بطار يعني الموقع ده تهاجم مرتين برضو من وسط المجموعه 39، مره في ذكرى ال40 ومره اعتقد سنه 70 قبل وقف اطلاق النار على طول. طيب انتوا يعني ايه اللي خلاك تفكر في انه تبقى واحد من مجموعه 73 مؤرخين؟ يعني الحقيقه وانا مش بنتقد حد ولا بحكم على حد، لكن أنا لاحظت من خلال التعامل مع الشباب أنه هم بعاد شوية عن فكرة أنه أعرف تاريخ، خاصة يعني ما بتكلم على تاريخ حروب أو كده بيبقوا بعاد شوية عن المسألة دي، فإيه اللي خلاكوا أنتوا تبقوا بتهتموا بده؟ ما هو ده بالظبط السبب اللي خلانا نهتم بده. يعني أن إحنا يعني في المجموعة، إحنا المجموعة تأسست سنة 2008 تمام، كانت برعايه الاب الروحي ليها كان اللواء طيار الله يرحمه كان محمد زكي عكاشه والكاتب الكبير جمال الغيطاني. شفنا ان فعلا الشباب يعني نقدر نقول تايه شويه، مفيش قدوه مفيش مثل. فطبعا وحضرتك شايف طبعا الامثله اللي موجوده في السينما مش الامثله اللي هي تدي قدوه للشباب. فطبعا قررنا ان احنا لا، لازم يا جماعه نقول البلد دي فيها ابطال، البلد دي فيها ناس عملت اعمال عظيمه جدا، لازم نشوفها ولازم نقدمها للناس عشان دي هي دي القدوه الحقيقيه. تمام، من سنه 2008 لحد دلوقتي المجموعه تم اشهارها في الشؤون الاجتماعيه تحت اسم سنة 2016 تحت اسم مؤسسة مؤرخي مصر للعلوم والثقافة. قدمنا حوالي أكثر من 400 فيديو وفيهم فيديوهات حصرية على موقع على قناة المجموعة على اليوتيوب. يعني حضرتك بس هتدخلي على اليوتيوب تكتبي المجموعة 73 مؤرخين هنطلع على طول. الموقع بتاعنا فيه أكثر من 1600 موضوع، فيه دخلوا اكتر من 27 مليون زائر. من اكتر من 111 دوله منهم اسرائيل نفسها بالمناسبه.
فيعني بنحاول نقول يا جماعه لا، البلد دي فيها ابطال، في حاجات يمكن احنا قدرنا نثبتها حصريا ما تمش الاعلان عنها، زي مثلا يوم عيد البحريه اللي هو المفروض الناس كلها عارفه ان هو اغراق المدرب ميرائيلات. لا، احنا بتسجيلاتنا مع الابطال قدرنا نثبت ان احنا مصر اليوم ده غرقنا مدمرتين، مش مدمره واحده، مدمره ايلات والمدمره يافو. واحده كانت حوالي الساعه 7 تقريبا، واحده كانت بعديها بحوالي ساعتين. دي مثلا يعني حاجات دي من الحاجات اللي يعني ما اعتقدش انه ناس كتير تعرفها. لا، احنا غرقنا اليوم ده مثلا مدمرتين، مش مدمره واحده. بس طبعا نظرا لان ظروف النكسه وكان الاعلام ساعتها حضرتك عارفه ما كانش مصدق قوي، والاسرائيل اعلنت ان هي خسرت مدمره واحده بس، فاحنا اضطرينا ان احنا نعلم برضو ان هي مدمره واحده، لكن حقيقه احنا غرقنا مدمرتين. طيب خليني بقى، بما اننا بنتكلم عن الابطال، فزي ما قلت ان احنا معانا حفيد الرائد حسين صالح العجمي اللي استشهد في 30/6 سنه 70، وهو ده اليوم اللي ايضا اتخذته القوات الجويه يوم عيد ليها. ادم، انا مبسوطه جدا انك معانا، وعايزه اقول لك انه يعني جدك الله يرحمه واحد من الابطال اللي اتكتب اسمهم في تاريخ مصر، وسيظل يعني مش حد عادي، مش حد بيمر على الدنيا كده مرور الكرام، لكن واحد كتب اسمه في التاريخ وسيظل اسمه يعني دايما بيذكر بكل حب وعرفان وتقدير واحترام. ايضا انا عايزاك تقول لي انت اولا عرفت قصته ازاي، يعني مين اللي حكى لك؟ انت كان تاني سنة 70، انت كنت ما اتولدتش. عرفت الحكاية من مين؟ عملت ايه عشان تحاول انك تخلد هذه الذكرى؟ انا سنة 70 كان والدي عنده 3 سنين لما جدي الله يرحمه استشهد، فكان قصص كانت جدتي اللي بتحكيها لنا، كانت بتقول لنا عن صفاته، كان محبوب في الشغل جدا، وكان محبوب في البيت، كان محبوب في اخواته، يعني كان شخصية جميلة. فطبعا جدتي حكت لنا على انجازاته، كان رئيس كتيبة حائط الصواريخ، هو كان رائد، كان صغير، كان رائد يعني كان رئيس كتيبة الدفاع الجوي، فكان وقع طيارتين، كان وقع كذا طيارة، يعني طيارة فانتوم وسكاي هوك. كان الكلام ده كان الساعة 8:10 الصبح، وبالليل بقى على الساعة 8 بالليل كانوا عرفوا مكان الكتيبة، فاستشهد بقى ساعتها لما هجموا علينا بالليل بقى. لما سمعت الحكاية دي أول مرة سمعتها كان تقريبا عمرك قد إيه؟ كان يعني عمري صغير ولا ما كبرت شوية ولا إيه؟ لا، كان عندي 12 سنة مثلا لما ابتدت حكي لي بقى عن بطولاته. طيب أنا عايز أسألك عن رد فعلك ساعة أول مرة سمعت القصة بتاعت جدك. يعني أنا طبعا كنت فخور جدا، يعني جدي حصل على نسمة شرف واستشهد عشان يدافع عن الوطن، يعني يدافع عن سينا، وانا طفولتي اصلا كانت في سينا، يعني كنت عايش في سينا كده، يعني اول سنين عمري وبتاع. فطبعا كانت يعني حاجه، طبعا انا عايش في الارض اللي جدي استشهد عشانها، فطبعا ده فخر جدا. الحكايه دي حاولت ان انت تنقلها لاصحابك، تنقلها لزمايلك في الدراسه؟ يعني ازاي بتحاول تثبت القصة دي، لأنها يعني حاجة مش عادية، مش كل الناس عندها جد أو أب أو يعني بطل بهذا الشكل. طبعا حكيت لهم عنه وأهمية الدفاع الوطن وحب الوطن، وعندنا عملنا له صفحة على الفيسبوك عشان وبتتجدد بقى كل سنة عشان نخلد ذكرى. جميل قوي. طيب احنا كمان معانا زياد، وانت واحد برضو من المتطوعين في مجموعة 73 مؤرخين.
زياد، ايه اللي خلاك يعني تشترك في هذه المجموعه؟ انا انضميت للمجموعه في 2014، هي تاسست في 2008. انا بحب الحاجات العسكريه او ميولي في الحاجات العسكريه اكتر. فلقيت ان في بطولات كتير جدا مش متوثقه، او بطولات كتير ما حدش يعرف عنها حاجه. احنا عندنا بطولات يعني مثلا المدمره ايلات، احنا اي حاجه اسمها ايلات دمرناها، المدينه اسمها ايلات دمرناها، الرصيف الحربي اللي اسمه ايلات دمرناه، المدمره ايلات غرقناها، واثبتنا في المجموعه 73 مرخين ان احنا غرقنا مدمرتين مش مدمره واحده. احنا عندنا بطولات في القوات الجويه ما حدش يعرف حاجه، ما حدش يعرف عنها حاجه. احنا عملنا اكبر معركه جويه في التاريخ الحديث لحد دلوقتي، اللي هي معركه المنصوره في 24 اكتوبر. المعركه فضلت مدتها لمده 53 دقيقه. عاده الاشتباكات الجويه بيكون مدتها دقيقتين او ثلاثه عشان وقود الطياره. احنا عملنا معركه مدتها 53 دقيقه. كان 160 طياره اسرائيليه قدام 60 طياره مصريه. يعني هم متفوقين في العدد، عدد الطيارات، ومتفوقين تكنولوجيا. الطياره المصريه اللي هي 121 مدتها في الجو بتطير ساعه بالكثير. الفانتوم الاسرائيلي بيطير 4 ساعات. ال 121 المصري تسليحها طن، يعني صاروخين بس. الفانتوم تسليحها 7 طن. انت المعلومات دي عرفتها من وانت بتشتغل على التاريخ؟ انا ليا مقالات، 3 مقالات في موقع المجموعه 73 مورخين. يعني اي حد يكتب المجموعه 73 مورخين على جوجل، الاول ريزلت تطلع له الموقع الرسمي بتاعنا، عليه 1600 موضوع عن كل البطولات. البطولات ما بتخلصش، يعني احنا بنتكلم عن ناس شهداء دفعوا اغلى حاجه عندهم اللي هي حياتهم عشان حاجه اغلى اللي هو الوطن. عندنا بطولات كتير جدا مش كتير يعرف عنها حاجه. عندنا طيارين، الطيار يتصاب، طيارته تتصاب خلاص وتولع، ويتقال له نط من الطياره عشان الطياره تولع، فيقول لا انا مش هنط، انا هوقع الميراج اللي قدامي الاول. يعني هو عارف ان هو بيدفع حياته تمن عشان يوقع طياره تمن الطياره دي. طيب خلونا نشوف مع بعض تقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. المصريون يوم 9 من شهر مارس من كل عام لحظات مجيدة يستذكرون فيها بطولات أبنائهم الشهداء في ميادين العزة والشرف، منذ أول شهيد وحتى آخر شهيد، ولتتجسد أسمى معاني التضحية والعطاء لجيل من أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم وسطروا بدمائهم الزكية تاريخ النضال والتحرر الوطني، ولم يسمحوا لأي معتد أن يسلبها حبة رمل واحدة من أرضها الطاهرة. وباعتبار هذا اليوم أيضاً لوناً من ألوان التقدير الوطني لهذه الجهود الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة في مختلف المجالات، فيد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر. شهداء الجيش عملوا مجهود كبير قوي عشان يخلوا البلد ديت احسن، وهم ضحوا من اجل البلد، ويا ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم جميعا. ربنا يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه مع الانبياء ان شاء الله، وربنا يقوي جنود الجيش كلهم باذن الله، وربنا معاهم باذن الله ان شاء الله في الجنه مع النبيين والصديقين. وتمنى مصر يعني بضحي اولادها وربنا يرحمهم، نحسبهم شهداء عند الله وربنا يتقبلهم جميعا ويرحم موتانا جميعا. وطبعا هم بيضحوا من اجل الوطن اللي هو بلدنا كلنا اللي بتحتوينا كلنا، وربنا يصبر زويهم، ونتمناهم يعني وندعو لهم بالرحمه وان هم في الجنه باذن الله. يعني ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم مثواهم الجنه، دول ابطالنا وهم اللي بيحمونا، واحنا ما نقدرش نعيش من غيرهم. انا بحب اشكر كل جنودنا وكل يعني الناس اللي حميانا
وبالذات الفريق عبد الفتاح السيسي وكل يعني كل المشاركين في الجيش المصري، يعني دول فخر لينا كلنا يعني. فتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار، وتحية لأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لكل وطني شريف محب الوطن، لقواتنا المسلحة الباسلة. نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. مرة تانية رجعنا مع حضراتكم. ست اللي هو طه، الحقيقة لما بنتكلم عن قواتنا المسلحة وعن الدور اللي قامت بيه، فأعتقد إن إحنا محتاجين مجلدات ومجلدات عشان نبقى بنحصر بشكل ما أو يعني بقدر يليق بقواتنا المسلحة كل البطولات اللي حصلت على مدار كل الحروب اللي حضرتك ذكرتها في بداية الحديث. عايزة أسأل حضرتك، ازاي ممكن الشباب دول وهم يعني جهودهم هذه جهود فرديه، يعني جهود بيحاولوا ان هم يعملوا حاجات فرديه، لكن ازاي ممكن نمنهج المساله؟ ازاي ممكن يبقى في تاريخ حقيقي لهؤلاء، لبطولات هؤلاء الابطال؟ بالمناسبه انا بشكر شباب المجموعه 73 مؤرخين. الحقيقة فكرة جميلة إنهم يوثقوا بطولات شهداء القوات المسلحة، بطولات أبناء القوات المسلحة في عملياتهم العسكرية. ده أمر مهم جدا الحقيقة، وإحنا بنشجعهم، وأنا بطلب من الجهات المعنية في الدولة إن هي تمد يد العون ليهم وتدعمهم عشان خاطر يقدروا يقوموا بالمهمة دي على أكمل وجه. زي ما بتقول حضرتك، احنا محتاجين مجلدات عشان خاطر نؤرخ العمليات العسكرية وبطولات أبناء القوات المسلحة وبطولات شهداء القوات المسلحة. ويمكن فيه مادة بتدرس في الكلية الحربية والكليات العسكرية، التاريخ العسكري، بس يمكن التاريخ العسكري بيبقى قاصر على العمليات الاستراتيجية للفرق وللجيوش وللمناطق وللواءات والكلام ده كله. احنا عايزين فعلا نؤرخ الأعمال الفردية لأبناء القوات المسلحة ولشهدائنا، وده أمر مهم جدا عشان خاطر شبابنا وأولادنا يقدروا يقتدوا بالشهداء وبالقادة العسكريين اللي قاموا ببطولات وجادوا بدمائهم في سبيل حماية هذا الوطن. هي النقطة دي مهمة قوي الحقيقة، فكرة القدوة.
لانه احنا لما بنقعد ننتقد النماذج اللي بتقدم في الدراما سواء في الافلام او في المسلسلات بتستحق ان احنا ننتقدها، لكن الحقيقه ان احنا ما بنقدمش بديل، ما بنقدمش القدوه من خلال المسلسلات والافلام اللي هي فيها بطولات مثلا لابطال مصريين حقيقيين. يعني دي الحقيقه النقطه دي مهمه جدا، لان احنا عايزين نقول لشبابنا اقتدوا بابناء القوات المسلحه اللي ضحوا وجادوا بدمائهم. عايزين الشباب ده يجود بالعرق عشان خاطر نقدر ننهض بالدولة المصرية. مهم جدا ان احنا نقتدي اذا كانوا يعني ابناء القوات المسلحة وابناء الشرطة ايضا ومواطنين كثيرين يمكن ضحوا بانفسهم وطلتهم يد الارهاب وجادوا بدمائهم. عايزين نقول الشباب مطلوب يجود بالعرق، نعمل، نجد، نجتهد، نبني بلدنا. مش هيبقى فيه مكانة لأي دولة إلا بتقدمها وبسواعد أبنائها الشباب أنهم لازم يشتغلوا ولازم يعملوا ولازم يبقى عندهم طموحات، وطموحاتهم الأولى أن بلدهم تبقى قوية، أن بلدهم يبقى اقتصادها قوي عشان خاطر نقدر نواجه مشاكلنا وعشان خاطر يبقى لينا كياننا بين دول العالم. احنا محتاجين الحقيقة يعني سواء في الأعمال الفنية الدرامية أو المؤرخين، عشان كده أنا بشكر الشباب 73 مؤرخين. عايزين نبين ونوضح ونقول لشبابنا ونقول لكل المواطنين، مش شبابنا بس، يعني شوفوا كيف المصريين يتفانوا ويجودوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن بلادهم، الدفاع عن كيانهم، الدفاع عن مقدراتهم. ده أمر الحقيقة مهم جدا، وأنا أعتقد أن الدولة في الوقت الحالي بتشجع هذه الأعمال وبتحاول أن هي تؤرخ البطولات دي وتؤرخ كل أعمال طيبة وقيمة قاموا بها أبناء الشعب المصري سواء كانوا قوات مسلحة أو مواطنين عاديين. طيب خليني اسال احمد، ازاي بيتم يعني ازاي بتعرفوا القصص؟ يعني انت قلت لي انه في الفاصل اعتقد في اثناء التقرير قلت لي انه بيتم التواصل مع الابطال اللي موجودين وعاشوا هذه القصص. طب قصص الشهداء بتعرفوها ازاي؟ بتجيبوها منين؟ من اهلهم؟ بتعملوا ايه؟ هو احنا طبعا يعني بالاضافه للكلام سياده اللواء احنا بنحاول برضو نوصل اعلاميا للناس. عملنا اربع افلام طويله بجهودنا الذاتيه، يعني كان الفيلم حوالي من 45 دقيقه لساعه، ابابيل، اجنحه الغضب 1 و2، الكتيبه 418. الافلام دي موجوده على قناه المجموعه على اليوتيوب، متاحه مجانا لكل الناس اللي تحب تتفرج عليها. عاملين حوالي يمكن اكتر من 340 ندوه او 350 ندوه في الجمهوريه كلها مع ابطال اكتوبر. في فكرة جديدة دلوقتي احنا بنحاول نعملها، عملناها مثلا 4 أسابيع لغاية دلوقتي، كل أسبوع عندنا بس لايف على صفحة المجموعة وعلى قناة المجموعة على اليوتيوب، إن الناس مع بطل من أبطال أكتوبر بشكل مباشر، بحيث الناس تدخل تسأله بشكل مباشر والبطل بيرد بشكل مباشر على طول. بالنسبة للتوثيق طبعا احنا بنتقابل مع الأبطال. طريقتنا في التوثيق بتعتمد على مبدأ أن كل من رفع سلاح دفاعا عن هذا الوطن فهو بطل يستحق أن يتم توثيق قصته بصرف النظر عن رتبته. يعني طريقتنا أن احنا لازم أولا بنسجل مع البطل شخصيا، تمام، بناخد منه الشهادة بتاعته، مش الشهادة أن هو سمع، لا، احنا شهادة ما رأاه أو ما حضره شخصيا، بحيث ان احنا نقدر نطلع معلومه موثقه. طب والشهداء بقى؟ الشهداء يا اما من اسرهم، تمام، يا اما من ابطال تانيين بيبقوا حضروا الموقع او المعركه اللي استشهدوا فيها. بناخد القصه بالظبط من بق البطل، وبتتراجع طبعا مع اكتر من مصدر، بحيث ان احنا نتاكد تماما ان هي معلومه موثقه وصحيحه، وبنبتدي ننشرها على الموقع بتاع المجموعة أو على الصفحة بتاعة المجموعة. هي. آدم،
انت شايف الشباب، انت عندك كم سنه تقريبا؟ انا 17. الشباب اللي في سنك 17 لغايه مثلا 20 25 وبعدها كمان، اللي هم يعني ممكن يكونوا ما عاشوش الاحداث، يعني ما شافوش حرب 73، ما شافوش او ما عاشوش الوقت، تفتكر ازاي ممكن نوصل لهم؟ ازاي نقدر نجذبهم انهم يعرفوا تاريخ بلدهم بشكل اكبر، يعرفوا قصه جدك مثلا؟ هو دلوقتي اسهل حاجه بقت مثلا اليوتيوب. يعني معلومات كتير قوي على الحرب على يوتيوب، افلام كده، يعني اللي هو سهل دلوقتي، سهل الموضوع يتنشر. ما هو سهل انه يتنشر، لكن هو ازاي اخليه يبقى عايز يشوفه، عايز يعرف يعني. كان زمان في ماده كان بندرسها كان اسمها تربيه وطنيه، ما اعتقدش ان انتوا بتاخدوها. هل المواد دي في الدراسه ممكن انها تحفز الشباب انه يعرف اكتر؟ دراسه التاريخ تخليه يبقى عايز يعرف اكتر؟ يعني ايه الحاجات اللي انت مثلا ايه اللي يخليك تبقى عايز تعرف عن 73، عايز تعرف عن حرب الاستنزاف مثلا؟ انا يعني من لما بيتحكي لي اللي هو بعرف بطولات بلدي، يعني اللي هو لازم افهم، لازم ابقى عارف تاريخ بلدي وازاي انتصرنا الحرب. يعني هل انت بتبقى عايز تعرف عشان انت جدك كان بطل من ابطال الحرب، دي حاجة ولا يعني كمصري دي حاجة عايز تعرف؟ هو يعني الحاجه اللي مخلياني حابب الموضوع ان يعني اللي مهتم بيه قوي ان جدي هيستوشن جدك. بس برضه هو موضوع مهم جدا، لازم كل الناس تبقى عارفة ايه اللي حصل في الحرب وتبقى عارفة تاريخ البلد يعني. صحيح. طيب زياد، ايه اهم الحاجات اللي انت شايف انك اضفتها للمجموعة؟ انا ليا 3 مقالات عن الموقع. عملت فيلم، 6 افلام وثائقية. 6 افلام؟ 6 افلام. هي. اخرهم كان فيلم كمين طليبة، ده اللي انا اتكرمت فيه في مكتبة اسكندرية. الفيلم ده في 10 دقايق بس قدرت اعمل محاكاة للاشتباك جوي كامل، مش كتير يعرفه. الاشتباك كان في 23 اكتوبر 1968. الفكرة اشمعنى الاشتباك ده؟ ده كان في فترة السيطرة الجوية الاسرائيلية، يعني هما المسيطرين مش احنا. هما اللي بيخترقوا المجال الجوي بتاعنا، مش احنا اللي نقدر نخترق المجال بتاعهم. فست طيارات مصرية عملوا كمين للطيارات الاسرائيلية، احنا المرة دي اللي اصطادنا الصياد. ان في 4 طيارات تطير على ارتفاع منخفض، الطياره على ارتفاعات منخفضه ما بتترصدش، الرادار مش بيرصدها، وطيارتين تقع على ارتفاع مرتفع. فما الطيارات الاسرائيليه تلاقي طيارات حاولت تهاجم الطيارات، تهاجم الطيارات على ارتفاع مرتفع، كان الـ4 طيارات يعني يطلعوا فوق. فنتيجه الاشتباك النهائيه ان احنا وقعنا 4 طيارات من الطيارات الاسرائيليه، واحنا 6 طيارات بتاعتنا كلهم رجعوا سالمين. هو الحقيقة يعني أعتقد أنه هيبقى شيء مش بس مشوق، إنما مهم جدا أننا ندخل على القناة بتاعتكم، بما أنها يعني قناة 73 مؤرخين، بما أنها تقريبا المصدر، مش عايز أقول الوحيد يعني، أو متضايقة أن أنا أقول الوحيد، لكن هي أحد المصادر المهمة لأننا نعرف تاريخ قواتنا المسلحة. أنا بشكر حضراتكم جدا، ويعني وجودكم معنا كان شرف كبير لنا. شكرا لكم. شكرا. مرة تانية بنحيي كل شهدائنا، كل أسر شهدائنا، وطبعا يعني العزاء واجب وسيظل واجب طول العمر. وفي نفس الوقت بنشكر كل واحد يعني حس بألم أو حس بوجع نتيجة لفقد عزيز له، وهذا العزيز كان شهيد في سبيل الوطن. بشكركم مشاهدينا، وكل سنة ومصر بخير وفي أحسن حال. بشكركم وإلى اللقاء.